جفون العين بوداع حسين تهل دموع مجروحة وبقت بالدار تريد أخبار عليلة بشوك مذبوحة وقت ما راد أبوها يودع عياله وصل منها سلام بدمعة همالة وصلت الرسالة بآخر اللحظات وقت ما راد أبوها يودع عياله وصل منها سلام بدمعة همالة وقت ما راد أبوها يودع عياله وصل منها سلام بدمعة همالة وداع ويا الضعينة وصل مني المدينة لابو اليمة كتاب مطرز بدمعات كتاب من العليلة لابوها تشتكيله تقل ارجع بعد ما احتمل الآيات وداع ويا الضعينة وصل مني المدينة لابو اليمة كتاب مطرز بدمعات كتاب من العليلة لابوها تشتكيله تقل ارجع بعد ما احتمل الآهات قلب حسين زاد جروح قراه العيل تبيا روح قلب حسين زاد جروح قراه العيل تبيا روح جماهم للوداع وسولف بنبرة ضيمة يقلهم خل سمعكم جرح أول يتيمة جماهم للوداع وسولف بنبرة ضيمة يقلهم خل سمعكم جرح أول يتيمة بسم رحيم ترك هايم قلب طفلة بدك تابي أنا بتكم عليلتكم يا من عفتون يا مبابي بسم رحيم ترك هايم قلب طفلة بدك تابي أنا بتكم عليلتكم يا من عفتون يا مبابي غريبة بلا أهل والعلة جتالة وصل منها سلام بدمعة همالة غريبة بلا أهل والعلة جتالة وصل منها سلام بدم جفون العين جفون العين ارفع ايدك ارفع ايدك عم اجرب عيد جفون العين عيد جفون العين تهل دموع ويا ايدي خلك ويا ايدي اي وقت ما راد ابوها يودع عياله ايه
وصل منها سلامك. لابو اليمة سلامي ترك دلال لظامي، أبوي الأغلى من روحي ونظر عيناي، عساك بخير دايم ستر فوق الفواطم، يا من سترك علي شح وانت مو وياي. إلى خادم الزهراء أحمد السعد. لابو اليمة سلامي ترك دلال لظامي، أبوي الأغلى من روحي ونظر عيناي، عساك بخير دايم ستر فوق الفواطم، يا من سترك علي شح وانت مو وياي. إذا تنشد علي صار شقل لك وحش أبويا الدار، إذا تنشد علي صار شقل لك وحش أبويا الدار. يا أبويا فيد وريد أنك تجاوب عن سؤالي، فكتوني سفركم من لقيتم جاني خالي. يا ابويا فيد وريد انك تجاوب عن سؤالي، فقدتوني بسفركم من لقيتم جاني خالي. عتاب احباب لابوي الغاب، مو قصدي اجرح قلب طفله وفقد اهله، يعتب له ثقل ونه نفس صدري احس تخنق خياله. وصل منها سلامك نفس صدري احس تخنق خياله. جفون العين جفون العين بوداع حسين تهل وقت بالدار للمدللنا كلنا. سلامي للكفلنا للمدلل يا عمي الحاشا ضعنا صايت يعود شوف. يا عمي مو قلت لي تجي وتاخذني لاهلي، يا عمي مو قلت لي تجي بطيت هواي عني وخيمت الظنون. اي سلامي للكفلنا اي للمدللنا كلنا، عم الحاشا ضانا صايت يطشون. يا عمي مو قلت لي تجي وتاخذني لاهلي، بطيت هواي عني وخيمت الظنون. يا عمي شماه عطشت الماي تذب من الهضم يمناي، يا عمي شماه
بس قلبي وأتاني تجي تبرد غليلة. يا عمي ما قلت منه يروي هالعليلة، هي بس قلبي وأتاني تجي تبرد غليلة. هل الوياك غدوا بحماك يا عمي عينك عليهم إذا يرون ضمايهون بعذب شفي أنا كسقيهم صعب من غيرك أنا الماي أدنى له وصل من هالسلامك صعب من غيرك أنا الماي أدنى له وصل جفون العين وقت بالدار وقت بالدار تريد أخبار علينا بشوق مذبوحة. آه وقت ما أراد أبوها وصل منها السلام بدمعة هما ولا وصل منها سلام بدمعة همالة وبعد للهاشمية عطر أمنا الزكية وبعد للهاشمية عطر أمنا الزكية سلامي للخدر هالدومال الشان على المحجوبة عمتي القبل تبرع على عيلتي على المحجوب عمتي القبل تبرع على عيلتي عساك مخدر بصايد قمر عدنان وانا عساك مخدر بصايد قمر عدنان يا عم بس افكر بيش مشي النور سفر عمه يرف فوقيش علمنا لكن دار الغروب أدري فلا تشبه نزلنا صحيح بس سفر عمه يرف فوقيش علمنا لكن دار الغروب أدري فلا تشبه نزلنا إذا عمه علي همه دليلك ما ردت كسره تعبت هواي وانا بممشاي اخذ جدمي على العثره العليل بدار وحده ياهو يبراله وصل منها سلام الدم وصل منها سلامك جفون العين جفون العين وداع حسين كل دموع عزروحة وقد جوابك جوابك فدوا روح لك ما أراد أبوها يودع عياله وصل منها سلام الدمعة ماله آه وقت ما أراد أبوها يودع عياله وصل منها
بيتي فلا ردون أخوتي سلام الكل أخوتي الفلا ردون أخوتي وعلي الأكبر حبيبي الضي جمال اشتاق خواتي الود عني وخواتي الود عني ومشان يا وصف عني وخواتي الود عني رقية وسكنة خلني بهضم الأفراد رقية وسكنة خلني بهضم مسيت العاف يا ليين حلم هنهام أمر بهين مسيت العاف حلمهنها أمر بين بعد وأخوي اللي يرضى عشلونه شكثر مشتاق أشمه بحضنة تصور بليلي ورسم بشفافة بسمة وأخوي اللي يرضى عشلونه شكثر مشتاق أشمه بحضنة تصور بليلي ورسم بشفافة بسمة ختام الآه ما أنساه عليكم حالي ما خافي أنا على الباب أتاني جواب بعد وفراق بس كافي ختام الآه ما أنسى عليكم حال ما خافي أنا على الباب أتاني جواب بعد وفراق بس كافي ودمع وديت عني يشرح الحالة وصل منها سلام بدمعة ودمع وديت عني يشرح الحالة وصل منها سلام جفون العين آخر جواب ختمت حجيها دمع ختمت حجيها وأثر ظلمي البجيها وأثر ظلمي البجيها يسولف عنها ضمة ينكتب هيهات دمعها حسين شمة وبين ظلوع ضمة دمعها حسين شمة وبين ضلوع ضمة كتاب بنيته وظل يجذب الآهات كتاب بنيته وظل يجذب الآهات حجوا جموانا والناها أريد أتوادع وياها حجوا جموانا تبلغين العليلة
مثل حالة حالي يا زينب لو رجعتو بضع من عند خالي تبلغين العليلة مثل حالة حالي إذا ترجعون إذا ترجعون بهزل تحدون لو أنت نشيد عن غيابي حرم ويتام ترد من شام حرم قال الزهراء ترد من شام هذا الطيف لتجوابي يعني الفرقة قطعت منا وصاله وصل منها سلام يعني الفرقة قطعت منا وصاله